الأخ أننا لما سمعنا الوطن يستنجد خرجنا نندد، فخرج الكل يهدد. أيها المسؤول هدد واحمل السلاح وسدد، ولكن تأكد أن لنا لن تراجع أبدا. فقد سمعنا الوطن يستنجد ويقول: أنقذوني، لا تتركوني في يد هذا الظالم المستبد. نحن ندفع الثمن، نحن ندفع الثمن لكي ندافع عن الوطن، ولكن لن نرضى أبدا بثمن لكي نخون الوطن. اليوم الشعب فاق بلي راهي تحكم فيه المافيا، وانتم اللي درتوا الفتنة ما بين القبائل والعرب والشهوية، وانتم اللي خلقتوا بيناتنا العنصرية، وهذاك البوليسي والجدارمي والعسكري اللي راك تخوف بيه ما تنساش ومش عدوية، وما تحتموش الحاج بشير يرفد السلاح ويجي تيري عليه. كلكم تحوسوا على البلاد تنفجر، كلكم كنتوا تستناو في البلاد تنفجر، ولكن جرى عكس ذلك والكل كان منبهر. صح الشعب قلبه راه معمر، صح الشعب قلبه راه مدمر، ولكن قرر أن يطردكم ويقضي عليكم بأكثر سلم وتحضر، وسيطردكم إلى مزبلة التاريخ، ويكتب التاريخ علينا بحروف من ذهب منقوشة في الحجر. صارت لنا في 90، ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. أيها الذئاب، لن تستطيعوا أن تخلقوا اليوم الإرهاب، ولن تستطيعوا أن تصنعوا بيدنا الخراب، فتأكدوا فقد انكشف الضباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.